زار صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين، وذلك في إطار زيارة سموه إلى مملكة البحرين. ولدى وصول سموه إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية كان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين. وفي مستهل الزيارة رحب معاليه بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال والوفد المرافق في مجلس التنمية الاقتصادية، منوها بما يجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية من روابط وأواصر أخوية وتاريخية متميزة نابعة من اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ولفت معاليه إلى ترحيب مملكة البحرين الدائم بتعزيز أوجه التعاون مع الأردن عبر زيادة مستويات التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من الشراكات الداعمة للخطط التنموية في كلا البلدين ودعم مساعي التكامل الاقتصادي والصناعي والاستفادة من المقومات المشتركة والتسهيلات التي يقدمها البلدان للمستثمرين من القطاع الخاص. هذا واطلع صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال على عرض قدمه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن آلية العمل في حكومة مملكة البحرين، والذي تخلله ملخص لأداء اقتصاد المملكة وموجز بشأن مستجدات خطة التعافي الاقتصادي وما تم إنجازه على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وفق مسارات وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما اطلع سموه على المزايا والفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في مملكة البحرين والتعريف بالمشاريع التنموية الكبرى والدور الذي يطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية المختلفة وما يقدمه من خدمات للمستثمرين والجهود التي بذلتها مملكة البحرين لتنويع القاعدة الاقتصادية.